هتطلع برضو ولا عادي مش عارف. دلوقتي انا بعاني، عندي ابني في المدرسه في سنه اولى ابتدائي. انا استغربت بصراحه لما وديت الولد المدرسه، دخلت لقيت التخت مفيش اماكن، الولد قاعد في اربعه قاعدين في تخته، اربعه قاعدين في تخته الولد، لدرجه ان انا بقول له بابا عملت ايه النهارده في المدرسه، يقول لي يا بابا مش عارف اكتب، انا اللي جنب مني عمال يزق ايه. خلاص انا اعمل ايه؟ اروح اجيب تخته للولد يعني؟ طب ان جبت الولد تخته النهارده هجيب له بكره في السنه اللي جايه تخته، هجيب له يعني الموضوع ده لازم يتحل، لازم يبقى في حل للموضوع ده. انا هجيب له تخته النهارده ولا هجيب له تخته بكره؟ طب هجيب لابني ولا هجيب للي جنبه؟ يعني انا هجيب له تخته النهارده ولا اجيب للي جنبه تخته؟ ما هو لازم يبقى في حل. وبعدين لما تكلم واحد تقول له التخته، يقول لك طب هنشوف تخته مكسره نصلحها. طب انت عندك تخته مكسره هتصلحها، هتصلح التخته ديت وتوديها فين؟ هتحطها لابني ولا هتحطها للي جنبه؟ يعني ابني هيقعد مرتاح ولا اللي جنبه اللي هيرتاح؟ ما هو لازم يبقى في حل، لازم يبقى في حل للموضوع ده. الحل في ايديكم، مش مفيش حل بقى نجيب لهم تخت منين احنا؟